من أحرم بالعمرة ولما وصل مكة في رمضان كان متعبا والزحام شديد فخلع الإحرام، فما هو الحكم وماذا يجب عليه؟ هل ما هو بهواء يخلع الإحرام؟ كان بقي بإحرامه لما يتيسر له فرصة ويؤدي العمرة. عليه الآن أنه يعيد الملابس الإحرام ويخلع المخيط ويتجنب المحظورات ويذهب لمكة ويؤدي العمرة التي أحرم، لأنه ما زال محرما. نعم.